مشاهدينا اهلا بكم. اذا في احوال الطقس لنا اليوم، ستكون الاجواء ربيعيه ومشمسه، وهذا على كل المناطق الساحليه وكذا المناطق الداخليه. ستتشكل بعض السحب العابره وهذا بالمناطق القريبه من الساحل، بينما سيبقى الطقس مستقر وصافي بباقي المناطق الجنوبيه مع تطور الرمال بشمال الصحراء والواحات ورياح معتدله الى قويه قرب السواحل. فيما يخص درجه الحراره الدنيا لصبيحه اليوم، ستصل الى 10 درجات بوهران وعنابه، 12 درجه بجزائر العاصمة، 4 درجات ببتنا والبيت، 8 درجات بالأغواط. بالجنوب ستصل درجات الحرارة الدنيا إلى 14 درجة بتمن راسة وعين صالح، 11 بتندوف، و 15 درجة بإليزي. وفي ظهيرة اليوم نرتقب أجواء مشمسة إلى قليلة السحب بكل المناطق الساحلية، سماء صافية إلى ومشمسة أقول بكل المناطق الداخلية وحتى بباقي المناطق الجنوبية، مع تطاول الرمال بشمال الصحراء والواحات ورياح معتدلة إلى قوية نسبيا قرب السواحل. بالظهيرة سترتفع درجات الحرارة القصوى بحيث ستصل إلى 22 درجة، أقول سترتفع نسبيا بحيث ستصل إلى 22 درجة بوهران والجزائر العاصمة، 20 درجة بعنبة، 18 ببتنا والبيض، 24 درجة بالأغواط. بالجنوب ستصل إلى 30 درجة بتمن راسة وتندوف، 32 بإليزي، و34 درجة بعين صالح. أما للملاحة والصيد البحري لنهار اليوم، فسيكون البحر مضطرب إلى جد إلى قل إلى مضطرب إلى قليل الإضطراب، وهذا على كل السواحل ووفق رياح شمالية غربية ستصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة. أكثر تفاصيل مشاهدينا في نشرتنا اللاحقة، إلى اللقاء.